نتمنى ان شاء الله الوصفه بتاعتنا تعجبكم، حاجات بسيطه وسهله وجميله. واهم حاجه ادعولي انا وحماده دعوه طيبه. هنا عندنا اربع بيضات، رشه ملح، رشه فلفل، ونبدا نعملهم. عندنا زبده هنسيحها، هدي النار، هنهدي النار خالص ونبدأ نستوي. هبدأ نستوي هي شكلها بقى كده. عندنا هنا قطع فراخ باقية معانا، ممكن نحط أي حاجة يعني، مش شرط قطع فراخ. اي حاجة عندك. عندنا جبنة موتزاريلا وهنغطيها لحد ما الجبنة تسيح. بسم الله الرحمن الرحيم. ادي عندنا فطيرة الاومليت بقطع الفراخ وجبنة موتزاريلا. تعالوا بقى احنا ايه نزينها كده الجميلة دي. حمادة يقطع لنا حتة بقى كده يوريها لنا يعني، شايفين؟ يلا دمتم في حتة بقى. هنشوف تفريق الجرس والإعصار. ودعاء ليه يا دعاء؟ يا رب السلامة يا رب.